سمي عزيز، وكانت وبعديها اتأجرت للرشيدي، وبعد كده بقت أرض ومخزن شركة العالمية. المستشفى دي كان فيها زنازير، كان لما يجي حد يعني يبقى عنده صدفية وعنده حاجات كده وحشة بتيجي من الحاجات اللي مش قانونية أو من البغاء كانوا بيحجزوهم هنا. كانوا بيحجزوا الزنازير وبتاع وكل ده فعلا موجود. كانوا بيجوا يطلعوا رخص عشان يشتغلوا بيها، ونساء الرذيلة برضو كانوا عشان مجلس الأدب لما يجي أو حاجة يبقى لهم رخصة، فيهم رخصة عشان الأمراض. جميع أنحاء مصر أي حد لو هو تعبان بأي مرض جلدي يقول له روح الحوض المغسول. دي بقى لها كده أزيد من 100 سنة. وتظل مستشفى الحوض المرصود حتى يومنا هذا مقصدا لمرضى الجلدية من شتى ربوع مصر.